السلام عليكم البنات، واش راكم؟ نتمنى راكم كامل بخير وعلى خير. فيديو تاع نهار اليوم كنت يعني سبق وحطيته عنده عام من اللي حطيته، لكن ما وصلش يعني لاكبر عدد من المشاهدين، ومادا بيا يعني كامل تعاونوني واجركم على الله، نحاولوا يعني نبارطاجيو بهذا الفيديو باش يوصل لعدد اكبر من المشاهدين، يعني اصحاب القنوات ارفعوا الفيديو على المنتدى، والاخوات يعني المشتركين والاخوه مادا بيا تانيك تعاونوني في بارتاج في مواقع التواصل الاجتماعي، واجركم على الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم حنوناتي، واش راكم؟ نتمنى راكم كامل بخير وعلى خير. اليوم ما جبت لكم ني وصفة ني غاطو ني طياب ني والو، جبت لكم تدبيرة ان شاء الله تنال اعجابكم، هكذا باش ناخدو كامل الاجر وما ناذيوش اخواننا المنظفين، هما بالخصوص لهاد الحلقه هذه اللي هم اليوم. وش هي؟ ما كاش فينا اللي ما يتكسرلوش طبصي ولا بلاره، كيما انا هنا بلاره. وشتو كنجيو حنا نرميوه في اكرمكم الله في القمامه، يعني شتو يخرج من الصافي ولا قادرين نروحو روحنا ونجرو تاني المنظف كي يجي يرفد لو صافي هذاك يقيس روحو مسكين. هذا ما لوجد في لكم. انا كيفاش ندير قرعه؟ كاش اللي ما عندوش قرعه في الدار، حليتها منا فوالا، قطعتها بالموس هنايا. دوكا هاني بديت ديجا هنا نحط الزجاج، نبدا بالعقل بالعقل ندخل هذوك القطع تاع الزجاج الداخل هكذا. هكذا هكذا حتى نكمل كامل واش عندي الزجاج. فوالا فوالا هكذا. دوك واش ندير؟ نجيب شريط لاصق ونسكوتشيها هنايا. فوالا بسم الله هكذا. ها فوالا هكذا نكونو حمينا البيئة تاعنا وحمينا المنظفين باش مساكن ما يقيسوش روحهم. هذه هي، ان شاء الله تكون عجبتكم الفيديو تاع اليوم. ما تنساونيش بالجام وتشتركوا اللي مازال ما اشتركتش، وتفعل الجرس باش يوصلكم الجديد ديالي. سلام، حبكم، في امان الله.